باش نحافظوا على صحتنا وصحة وليداتنا ونحميهم من الأمراض والتسممات الغذائية، خاصنا نطبقوا القواعد الخمس للسلامة الغذائية، واللي من بينها غسلوا اليدين. ما نقيسوا حتى مادة غذائية، حتى نغسلوا يدينا مزيان بالماء والصابون، وخصوصا لا خرجنا من المرحاض، حيت يدينا كيقدوا ينقلوا لنا الجراثيم من الأكل ديالنا ويتسبوا لنا في الأمراض. بتطبيق هاد النصائح البسيطة غادي نكونوا حمينا نفوسنا من الأمراض والتسممات الغذائية. هذه نصيحة من وزارة الصحة.